ضربة جديدة تلقتها قوات الرئيس المخلوع وميليشيا الحوثي في محافظة الجوف بعد أن حاولت التقدم في بعض المديريات، خصوصا في جبهتي مديرية المصلوب وخب والشعف، في السعي إلى استعادة المواقع التي فقدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية. اتساع مهمة الجيش الوطني في مطاردة عناصر الميليشيا تأخذ أهميتها من اتساع جبهات القتال وتباعد المديريات ذات الطبيعة الجغرافية المعقدة والشاسعة في المحافظة، وهي المهمة التي لا يتردد عن خوضها أفراد الجيش الوطني لتحقيق النصر وتخليص المحافظة من شرور الميليشيا. مصادر عسكرية تحدثت أن عملية عسكرية واسعة شنتها قوات الجيش الوطني ضد الميليشيا بعدما كسرت هجومها في الساعات الماضية في مديرية المصلوب والمتون، حيث كانت تتحدث الميليشيا على أنها سيطرت على المواقع، بينما تقول المعلومات عكس ذلك تماما. هذه المواقع الذي أعلن عنها العدو الحوثي إنه فيها، ونحن الآن فيها، ولن يتقدم شبر واحد. المصادر أكدت أيضاً أن العملية العسكرية تركزت في أطراف مديرية المتون غرب المحافظة، وأن القوات حققت تقدماً في جبهة حام، فيما المعارك لا تزال متواصلة في الجبهات الأخرى في مواجهات متقطعة بين الجيش الوطني والميليشيا.